السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مباراة الزمالك وإف سي مصر انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وكان ممكن فريق إف سي مصر يقتل المباراة في الوقت بدل الضايع بعد انفراد للاعب نادي اف سي مصر يتألق محمد عواد وينقذ الزمالك من اول هزيمة ليه في الدوري المصري. برضو النهاردة نادي الزمالك بيحقق رقم جديد لاف سي مصر، ان اف سي مصر بيحقق اول هدف ليه في الدوري او بيحرز اول هدف ليه في الدوري في مرمى نادي الزمالك. اتكلم عن المباراة سريعا. اولا ميتشو من وجهة نظري ينفع كفتاجي، يعني من وجهة نظري ملوش علاقة بالتدريب. راجل برضو علشان يكون منصفين، لو هو المتحكم الأول والأخير في اختيار اللاعبين، شفنا النهاردة التشكيل اللي لعب بيه واللعيبة اللي لعبت، ما انتش فاهم مين بيلعب فين. لو هو صاحب الاختيار يبقى مدرب كفتاجي، مدرب تخريف ميتشو ما بتنتهيش. لو مرتضى منصور تدخل في اختيارات ميتشو يبقى الراجل ملوش أي ذنب، يبقى اللي يتحمل مرتضى منصور. وكل ده هيبان في مداخلة مرتضى منصور وكلام مرتضى منصور النهاردة في برنامج الزمالك اليوم. هل هو كان له تأثير في التشكيل أو اختيارات اللعيبة؟ هل هو اللي اقترح غياب محمود علاء وفرجاني ساسي عن المباراة؟ برضو اتنين لعيبة كبار، مباراة سهلة يعني، لو هو اقترح ممكن يكون اقتراح ميتشو، يعني اقتراح مرتضى منصور اللعيبة ديت عشان انذارات عينه على مباراة النادي الأهلي. لو ميتشو اللي فكر في التفكير ده يبقى ميتشو زي ما قلت لحضراتكم مدرب كفتاجي. ليه مدرب كفتاجي؟ لان انا اول مره اشوف مدرب بيبص المباراه، يعني مش بيبص المباراه اللي قدامه، لا بيبص المباراه اللي بعدها، على الرغم ان في فتره ايقاف للدوري فتره طويله، يعني هيتم من خلالها بعدها مباراه استئناف مباراه الدوري، هيكون عندك اللعيبه المجهده، رجعت اللعيبه اللي مش عارف ايه. وبعدين انت خاف من انذارات النهارده، انذار لمحمود علاء او انذار لساسي، هساسي هيغيبوا عن النادي الاهلي. تفرق ايه مباراه النادي الاهلي عن مباراه اف سي مصر؟ مباراه النادي الاهلي بثلاث نقاط ومباراه اف سي مصر بثلاث نقاط. انت بصيت لمباراه النادي الاهلي وخسرت لعيبه كتير من اللعيبه الاساسيين عندك بسبب وهم في دماغك ان اللعيبه دي، ده بالعكس انت ممكن تنضر. يعني انت غيبت النهارده ساسي وغيبت طارق حامد علشان خوف انذارات او الكلام ده كله، ممكن في خلال مباراه النادي الاهلي اي لاعب من الاثنين ياخدوا انذارات. يبقى انت مش بس خسرت مباراه اف سي مصر، لا ده انت خسرت مباراه اف سي مصر وخسرت مباراه ما بعد مباراه النادي الاهلي، الى جانب ان انت حتى بكامل قوتك الضربه ما انتش متاكد ان انت تكسب النادي الاهلي او لا. النهارده انا بص التشكيل، لعب محمد عواد، عبد الله جمعه، الونش، محمد عبد السلام، الاثنين تقريبا من فتره طويله ما بيلعبوش وكمان ما بيلعبوش جنب بعض. ناحيه اليمين لعب حمدي النقاز، في خط الوسط لعب اوباما واحمد سيد زيزو، اولا خط الوسط طارق حامد. طب انت عندك طارق حامد مطرود ومش بيلعب المباراه، طب ما وضع طبيعي هلعب غصب، انا مضطر انذار او مش ممكن ما اخدش انذارات. وبعدين مباراه سهله، يعني اللي يتعبك اللي يحسسك قد ايه كفتاجي ميتشو، يعني انت طول المباراه زي ما شفنا كده الزمالك تقريبا مسيطر على مجريات الامور واف سي مصر بيلعب على الهجمه المرتده، فبالتالي انت مستحوذ. لو في فاولات او التحامات حصلت هتبقى لصالحك، يعني الفرق التانيه تاخد انذارات، وانت فرجاني الساسي صعب ان ياخد انذار في مباراه، اصل المباراه دي مش هيبقى فيها التحامات من لاعبي نادي الزمالك، لان الخصم مش هيبقى عنده ضاغط، لا الخصم هيلعب متاخر بيدافع كله. فبالتالي مش فاهم انا بصراحه فكر ميتشو لو هو اللي اختار التشكيل ده وقرر انه يغيب زي ما قلت حضراتكم ساسي ومحمود علاء، يبقى مدرب ما بيفهمش حاجه الا اذا زي ما قلت في تدخلات. لكن انت النهارده انا السؤال اللي بعيده تاني وثالث وعاشر، تفرق ايه مباراه النادي الاهلي عن اف سي مصر؟ مباراه النادي الاهلي بثلاث نقاط مش بست نقاط ولا بعشر نقاط ولا بعشرين نقطه، مباراه الاف سي مصر بثلاث نقاط. انت النهارده لعبت التشكيل زي ما قلت لحضراتكم، خط الدفاع لاول مره تقريبا يلعب مع بعض ويمكن ما بيلعبش من فتره طويله، خط الوسط خط وسط غريب جدا، يعني اوباما واحمد سيد زيزو الاثنين ما عندهمش الناحيه الدفاعيه، كلهم بيميلوا للهجوم، الاثنين بيميلوا للهجوم. والنجم طبعا اللي هو يعتبر مش موجود نهائي بن شرقي اللي ها يعني لسه بيتحسس الدنيا ماشيه ازاي، عمر السعيد. اما حتى تغييراته التغييرات اللي حصلت مش مفهومه، بالاضافه كمان الى ان زي ما قلت لحضراتكم اف سي مصر لعب اول خمس دقائق يعني الى حد ما كويس،
بدأ من بعد أول 5 دقائق نادي الزمالك يسيطر على المباراة لحد الدقيقة 15، لحد ما أحرز في أشرف بن شرقي الهدف. وبعدين برضه في الدقيقة 39 اف سي مصر ضيع هدف ما يضيعش، يعني الكرة اتلعبت لأوفر خدها لاعب اف سي مصر على صدره وكمل شاط، وفي طلوع عواد شاط يعني يعتبر الجون فاضي، لكن شاطها فوق العارضة. اف سي مصر في الدقيقة الثانية من وقت بدل الضيع من الشوط الأول بيتعادل. عبد الناصر محمد كان أشطر من ميتشو في قرايته للمباراة، هو برضه صعب إن أنت تعمل تجري تغيير على اللاعب من ناحية الحالة النفسية والمعنوية، اللاعب بتبقى صعب إن أنت تسحبه في الشوط الأول، ومع ذلك هو سحب براس حربة الثاني من فريق اف سي مصر ونزل صانع ألعاب، علشان في الفترة دي هو حس إن نادي الزمالك بدأ يضغط، عايز عنده نشوة الفوز بأكثر من هدف، فلقى فيه مساحات، بالإضافة إنه مفيش خط وسط في نادي الزمالك، كله بيلعب قدام، والارتداد ضعيف، فحب ايه ولقى في الزمالك مسيطر على المباراه، فحب ينزل اللي هو اللاعب تريكا ده اسمه مش عارف ايه تريكا، علشان يمسك الكوره شويه ويحاول يعني يهدي ريتم نادي الزمالك ويحاول ينقل نادي مصر او اف سي مصر للامام. وده اللي حصل بالفعل، زي ما قلت حضراتكم احضروا فرصه هدف محقق وفي نفس الوقت احرزوا الهدف الثاني. ده بالاضافه برضو ان نادي الزمالك جات له اكتر من فرصه، يعني بس مش فرص محققه، كلها فرص عرضية، تسديدات من خارج المرمى، كرة عرضية طبعا بسبب سوء التمركز الدفاعي من نادي اف سي مصر، لكن ما بتشكلش خطورة، لأن زي ما بنقول كده لعب نادي الزمالك لعب فردي، وما أنتش فاهم، أنا مش مستوعب يعني أشرف بن شرقي كان بيلعب ناحية اليمين ولا ناحية الشمال، ولا هو بيلعب تحت رأس الحربة؟ طب كريم بامبو كان بيلعب ارتكاز ولا في نص الملعب، ولا بيطلع هو اللي تحت رأسين الحربة؟ كريم بامبو كان بيلعب ناحية الشمال، اوباما كان بيلعب هو اللي تحت رصين الحرب، ولا مين اللي كان بيلعب؟ ما انتش فاهم. اللعيبه نفسها اللي بتلعب المباراه النهارده لعيبه نادي الزمالك مش فاهمين هم بيلعبوا فين وازاي وليه. ده بالنسبه للشوط الاول. الشوط الثاني طبعا في فرصه في اول دقيقه لنادي الزمالك في الشوط الثاني، كره راسيه من عمر السعيد، عمر السعيد لعبها بجوار القائم او خبطت في القائم وطلعت يعني بجوار القائم، مصطفى محمد نزل بدل من كريم بامبو. انت اساسا الفكره مش فكره راس حربه، طب انت اللي نزلت الاثنين نوعيه واحده، افهم الكلام ده، انت نزلت الاثنين نوعيه واحده، عمر السعيد ومصطفى واحد، الاثنين مش مهاريين، الاثنين عندهم القوه البدنيه وبيلعبوا كور راسيه هيدرز جيدين، فين الكور الاوفرات اللي انت يعني تحاول تجهز اللعيبه دي بالاوفرات؟ يعني اللعيبه دي مش ما عندهمش انهم القدره انهم يرقصوا ويراوغوا، لا دول عايزين كور عاليه. فين مصطفى؟ فين حمد النقاز من اوفرات؟ وفين الناحيه الثانيه عبد الله جمعه من الاوفرات؟ مفيش، بس انت كل همك انت كل اللعيبه اللي عندك اللي جايين سواء زيزو او اوباما او بن شرقي قبل ما يطلع، وحتى امام عاشور بعد ما نزلته المفروض بتفتح اللعب على الجناب، لا دول ما بيلعبوش الجناب، كلهم بيخشوا في نص الملعب وعايزين اختراقات. وطبعا اف سي مصر مقفل المباراه او مقفل واقف قدام منطقه جزائه، يعني ال10 لعيبه واقفين، فصعب جدا الاختراقات، كان شكل الطبيعه او المنطقه ان انت تفتح الملعب تخلي تشغل الاثنين الهيدرز اللي عندك سواء من ناحيه اليمين حمد النقاز او الشمال عبد الله السعيد. وبرضه زي ما بقول لحضراتكم تغيير انا مش فاهمه، اللاعب برضه في ممكن يدخلونا النهارده في برنامج الزمالك اليوم في قصه الحكم ومش الحكم، الحكم النهارده حسب 6 دقائق وقت بدل ضايع، منهم كان في دقيقة ونص الحارس المرمى كان واقع، فإدى 3 دقائق، ال6 دقائق بقوا 9 دقائق، ما تكلمنيش النهارده، ما حدش يطلع النهارده يكلمني عن وقت ضايع، لأن أنت لو قعدت شوط تاني بنفس طريقة اللعب اللي ميتشو لعب بيها ولاعيبة نادي الزمالك اللي لعبوا بيها مش هيقدروا يحرزوا هدف. ممكن يتكلموا برضه ويقول لك في ضربة جزاء، ممكن يطلع يقول لك الحكم في ضربة جزاء لنادي الزمالك، لا دي مش ضربة جزاء نهائي، اللاعب بتاع اف سي مصر كرة عدته وهو عدى، فاللاعب زميله او لاعب نادي الزمالك الكرة ردت فيه واساسا ظهره وجسمه كله للاعب نادي الزمالك، فالكرة ارتدت في ايده وهو ايديه ثابتة على الارض، هو ايديه ما راحتش على الكرة، الكرة اللي راحت لايديه. امام عاشور زي ما قلت لحضراتكم نزل لمكان ونجم فيه في الشوط الثاني فرصة هدف لاف سي مصر، يعتبر انفراد لعواد قبل الكرة الاخيرة كمان، يعني اللاعب خدها ورقص من محمد عبد السلام او الونش ودخل لولا تألق محمد عواد النهارده وطلع خد الكوره دي، الكوره اللي اتغير فيها لاعب اف سي مصر. خرج اشرف بن شرقي ونزل حازم امام، مش فاهم يعني،
مش فاهم حازم امام بيلعب ناحية اليمين، اشرف بن شرقي كان بيلعب ناحية اليمين ولا الشمال؟ انتش فاهم يعني. انا اللي فهمه اشرف بن شرقي تقريبا كان بيلعب تحت راسين الحربة. هل نزل حازم امام يلعب تحت راسين الحربة؟ امام عاشور لما نزل قلت لحضراتكم كلهم عنده لعيبة كلها بتلعب تحت رؤوس الحربة، مدرب كفتاجي كفتاجي يقول من هنا للصبح. انما الزمالك النهارده بسبب تفكيره في مباراة النادي الاهلي خسر مباراة النهارده. ميتشو مدرب كفتاجي، وعلى ما اعتقد ان هو بات على كف عفريت قدامه مباراة النادي الاهلي، لو خسر مباراة النادي الاهلي اعتقد ان هو بح خلاص بره القصة. في نفس الوقت مباراة النهارده صعبت الموقف او صعبت مباراة النادي الاهلي. احنا عندنا يعني ثقة كبيرة في فرقتنا الحمد لله فرقة النادي الاهلي، لكن النهارده الخسارة بتاعت نادي الزمالك خلقت دوافع عند لاعبي نادي الزمالك. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، والزمالك كالعادة بيغزل جماهيره وبيخسر او بيتعادل وبيفقد نقاط امام فرق ضعيفة جدا زي ما فقد نقاط واتغلب من النجوم نادي النجوم الموسم اللي فات. النهارده اتعادل مع اف سي مصر ويخسر نقطتين. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، لو بتشوفنا اول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.